الشكر طبعا معروف يعني له يعني أنماط وله مظاهر كثيرة جدا. يعني الإنسان حينما يشكر ربه سبحانه وتعالى، أولا الشكر باللسان، يعني أن تشكر ربك سبحانه وتعالى باللسان، بأن تذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، بأن تحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، بأن تستغفر الحق سبحانه وتعالى من تقصيرك أيضا في عدم أداء الحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى إزاء النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك. ده شكر باللسان، يعني هذا نوع من الشكر، هو الشكر باللسان. هناك شكر بالأركان، الأركان اللي هي الأعضاء والجوارح الموجودة. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة البصر، فالإنسان بيحافظ على هذه النعمة بشكر ربنا، أولا بدوام هذه النعمة، بأن تحافظ عليها وأن أنت تكون صاين هذه العين من ما يؤذيها من أمراض وأوجاع. إذا الإنسان مرض ولا شيء لابد أنه هو يتوجه إلى الطبيب ليعالج نفسه. أيضا شكر ربنا، الشكر المعنوي على هذه النعمة، بأن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله، لا أن تستخدمها في معصية الله. فلا تنظر الإنسان نظرة قسوة مخيفة بهذه العين، ولا تنظر نظرة حرام تؤذي بها الآخرين. ده من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وكأن الجوارح نفسها تشكر. أيوة نعم. أيضا اللسان الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، أنت تشكره بذكرك وهو كعضو وجارحة من الجوارح الموجودة عند الإنسان، فالإنسان بيشكر ربنا. اثنين، أنه لا يستخدم هذا العضو في معصية الله، فلا يكذب ولا يكون هذا الإنسان نماما ولا مغتابا للناس ولا مؤذيا للناس بلسانه، لا مثلا يعني الإحن والأحقاد التي البعض يحاول يؤججها بين الناس بالكلام أو كذا، أو أن يستهزئ بإنسان أو يحتقر إنسان بلسانه. كل هذا من الأشياء التي ينبغي الإنسان أن ينزه نفسه عنها حتى يكون شاكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة. طيب. اليد، القدم، كل هذه نعم الإنسان إذا استعملها في طاعة الله فهو شكر عملي لهذه الأشياء، وإذا الإنسان استعملها في معصية الله وربنا أنعم عليها بها على الإنسان وحرم بعض الناس منها أو ابتلاهم بحرمانهم منها، ومع ذلك أنت تعصي الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله تعالى بها عليك وحرم منها غيرك.